كم عدد المواجهات اللي تواجهوا فيها الاتحاد والفيحاء؟ والله بالضبط ما أعرف، بس دائما نفوز على الفيحاء، متعودين. إيش بك مصدوم؟ مبارتين فوزنا يمكن مباراة وانهزمنا مبارتين تقريبا. فيحاء كثير. كم؟ 6 مرات 7 مرات. ها؟ فيحاء كم سنة ليه بيلعب معنا في 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 دوري المحترفين؟ يمكن 5 سنوات 4 سنوات. ايه؟ كم مرة تقابلنا؟ قول 4، يعني قول 3 مرات. بصقع نفسي بالميكروفون. كم مرة فاز عليك الفيحاء؟ 2، وحنا فزنا على مرة وتعادلنا الظاهر 2. ها؟ ولدك عارف سنتين. سنتين؟ والله ما ادري. كم مرة فاز علينا؟ ايه. 3 مرات. وأنت كم مرة فزت عليه؟ 2 تقريبا. 2. من غششك السؤال؟ أنت. اتحادي؟ اتحادي؟ مباراتك الجاية الساعة 4 العصر. اشتريت نظارة شمسية ولا لسه؟ طوبة يعني وكذا. نقول إن شاء الله. ما يعني تبغى تهبط؟ ما أتوقع الاتحاد ما راح يهبط. متأكد؟ إن شاء الله. طيب الحين ليش ضحك؟ ليش ضحك؟ إيش؟ ليش ضحكت على البرافو وكذا يعني؟ أيوه بس احنا ما نلبس نظارة. ليش؟ لأن ما نلعب إلا بالليل. مباراتك الجاية الساعة كم؟ الساعة 7 الصباح. حكيم يا شيخ. هتلعب ملحق؟ لا. متأكد؟ ما نلعب إن شاء الله، ما نلعب. متأكد؟ إن شاء الله. الساعة كم؟ 4 العصر. بروفا يعني وكذا؟ لا لا، جالسين إن شاء الله. يعني بروفا وكذا للهبوط. ده هذا القصة أنت بتوصل له؟ إيه هذا الهبوط. والله هذا حلم 10 إبليس بالجنة. متأكد؟ إن شاء الله. ناصر الشمراني هينهي المباراة اليوم؟ والله هو الامل فيه، لانه الصراحه اللاعب هذا بس حاجز فلين على الفاضي، المهاجم حق الاتحاد فيتش هذا مو مظبوط. طيب ليه ما يكون مع الصانع اللي معاه مو كويس؟ لا والله ادى كور كثير، لو انا نزلت اجيب هدف. متاكد؟ متاكد؟ ايوه اكيد. ما هي الساعه 4 العصر؟ لا ان شاء الله باذن الله قدام الحزم. الساعه كم؟ ان شاء الله باذن الله. باقي لنا 7 مباريات باذن الله، اليوم فوز وباقي لك 6 مباريات باذن الله ننجم الهبوط باذن الله. ممكن العصر؟ هي بروفا يعني للهبوط وكذا؟ لا يا ابوي، ان شاء الله ما في هبوط. ان شاء الله ما في هبوط. ايش يضمن لك؟ لا ان شاء الله ما في هبوط. نفوز ان شاء الله 3-4 مباريات الجايه و هذه تضامن المباراه هذه ان شاء الله. مين هيحسمها؟ ناصر؟ ان شاء الله ناصر الشمراني. ان شاء الله. ناصر مو لاعب؟ ان شاء الله يلعب عاد شويه. لاعب احتياط قصدك؟ اي برا يلعب ان شاء الله. وبالفعل جزاء للعميد، هل يسجل ركلة الجزاء للعميد؟ نشاهد ونتابع. بريوفيتش بريوفيتش بريوفيتش، الله! الاتحاد دائما طريقه عمر سعود عبد الحميد، عرضية، اليوم 3 نقاط غالية. أكيد مو 3 نقاط، 6 نقاط. 6 نقاط؟ 6 نقاط تعتبر صراحة. ليش؟ لأنك تلعب مع منافس، والحمد لله يعني الفريق مو من اليوم، يعني لي كم مباراة مستوياته متصاعدة. المباراة كانت جيدة الحمد لله، الدفاع متماسك، بس إن شاء الله نتوقع إنه يكون الهجوم أفضل من كذا. الساعة كم كذا؟ الساعة كم؟ يعني قصدك اليوم؟ لا مباراتك قدام الحزم الساعة كم؟ جدة؟ لا هناك عندهم ما ادري والله. 4 العصر؟ 4 العصر. بروفا الهبوط وكذا. اما هبوط؟ لا احنا ما نهبط ابويا. يديك يديك العافيه. هلا الاتحاد ما يهبط. الاتحاد ما يهبط. عارف هذا مين؟ اتحداك تعرفه. اي هذا مين؟ تشكر قلبي. مين هذا؟ احمد خريز. حبيب قلبي حياك حبيبي. مبروك حبيبي. مبروك. جار الاتحاد من 40 سنة، فحتى لو هبط انا مع الاتحاد، بما انه احنا من الجيل القديم حقكم
ايام الاكروبات اللي كنت اسويها. نطلع الفضائح شوي. طبعا الجدد ما يعرفوك. الله يسلمك. افضل ظهير كنت تعبنا معك. الله يخليك. بحركاتك ورفعاتك، لكن ان شاء الله نرجع والرجعه جايه. مباراه حلوه كانت، والاتحاد امتعنا والله يعود ايام ان شاء الله باذن الله. والله الحمد لله الاتحاد ان شاء الله باذن الله رجع، ومع سيارة بانت بصمات رجعته حقيقه. الفريق ان شاء الله انه بسط جميع العشاق الاتحاد، وباذن الله القادم اجمل ان شاء الرحمن. والله راضي صراحه، بس في حاجه بقولها يعني، وحشتنا ايامك يا اخي. والله الله يخليك حبيبي. تسلم. شو هو بفضل سيارة يعني، بفضل الله سبحانه وتعالى عارف، وسيارة لما جاء اعطى روح قويه يعني اللعيبه، والحمد لله قدموا، حتى الجمهور برضو له دور. وهذا مو الاتحاد لسه، والاتحاد رجع والحساب بدا، وان شاء الله الفرق حتلقى حسابها باذن الواحد الاحد. الحمد لله والشكر. الحمد لله اليوم شفنا يعني شفنا بوادر هجوميه في بيرغوفيتش قدام، في ناس تخدم عليه، تدي له كور وسط الصندوق، ما اضطر انه يخرج برا الصندوق، يعني كمان ضيع فرصتين اليوم. الحمد لله والشكر. الحمد لله الاتحاد الان راجع، الان مركزه 13 باذن الله، باذن الله باذن الله المباريات الجايه كلها الروح هذه رجعت. روحكم يا احمد، روحكم، روح فريق زمان والله العظيم، روح الاتحاد رجعت، وان شاء الله باذن الله تستمر. حبيبنا، حيا قلبي، حبيب الشعب وحبيب نادي الاتحاد. يا عمي مالكم على مين فايزين؟ الف مبروك لفريق نادي الاتحاد. يعني ان شاء الله اليوم راضين على ايوه جدا جدا الحمد لله. وان شاء الله يرجع الاتحاد لبطولاته ولوضعه ان شاء الله التاريخي القديم باذن الله. هذا ولدنا، ولد خزومي احمد خريش، الله يخليه. والله صراحه عوده الروح، عوده الروح للاتحاد. سيرة برضو، بس الروح رجعت للاتحاد من بعد الاسيوي، الروح رجعت. لا اليوم الاتحاد غير صراحه، اليوم الاتحاد غير، وصراحه بدت بعد عوده المدرب سيرة بدت في لمسات، في لعب، في تكتيك، تغير الاتحاد ان شاء الله من احسن لاحسن. والله شوف يعني، اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء الف مبروك لجمهور الاتحاد بجد للامانه. في بدايه الشوط كان متخوف، كان التعاون متراجع فاهم عليه، فسبب لنا قلق كثير، فاهم الفيحة عفوا، فاهم عليه، فسبب لنا قلق جدا. فوالله الحمد لله يعني من فضل الله سبحانه وتعالى عاد سيارة، عادت الروح. ليش؟ لأنه اللاعبين بأمانة تحس أنه نفسيا مرتاحين معه، نفسيا فاهم عليه. فوالله الحمد لله أنه عادت الروح للجمهور، للأمانة اللي كفى ووفى مع الفريق في الأحياء والموت للأمانة.